حماده، ايه تكتم السر؟ سرك كبير. كنت عاوز 10 جنيه سلف ولا كاني سمعت حاجه. انا امي دي بخيله قوي، لو عزمت عليا بحاجه وانا خدتها لازم تحرق دمي بعدها. خد كحك اهو يا حماده. هات يا حاجه. ويا ترى الكحك ده حلو يا حاجه؟ احسن من اللي بتجيبه في الامتحان. حاجه لله يا ابني، اي حاجه تفرح العيال. ما تودهمش بكره المدرسه. الو، ايوه يا ماما. بابا بتقولي مات؟ مات من ايه؟ حلم ان هو بيوزع فلوس. طب انا جاي حالا، عاوز اعمل نعي في الجريده. اقل حاجه 5 كلمات. خلاص اكتب حماده يعزي والده. ايه فاضل كلمتين اكتب وبيصلح راديوهات.